الراديو 90-90 يقدم النجم محمد هنيدي، النجمة أيتن عامر، يخلق من الشبح 40. بطولة طارق عبد العزيز، أشرف مصلحي، عبير عادل، أحمد عطية، سيد الرومي، محمد غنيم. سمعت عن لعنات كتير لكن كله لدي، لعنة حمادة، لعنة خاصة، لعنة مش عادية، أشباح غريبة لو عطشت بينا ولوني مية، ولما يصحى يلقاهم محضرين فطار، أشباح أليفة ملهاش قوة ملهاش حتى حولة، وبيعملوني كأن منهم بيلعبوني طاولة، ملهمش أبدا في الأذى وملهمش في المزاولة، ودمهم زي العسل وبيحبوا الهزار. كتب كتير في الرعب من خياله وحي هو، لكن أول ما رجله جت في القبة وخش جوه، اتبدل الخوف اللي جوه من أشبح لقوة، وفجأة أصبح بينا ألفة وبينا يا ناس عمارة، يخلق من أشبح حتى عيني يا قالوا، لكن من أشبح طيب وغلابة وطيابة ومؤدبين، يا ما قالوا يخلق من أشبح حتى عيني يا ما قالوا، لكن دول أشبح طيب يخلق من الشبح 40. تأليف محمد سليمان عبد الملك، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان محمد راجح، توزيع رفيق عاكف، هندسة صوتية هشام بلال. أشبح لعنة حمادة عمرهم ما انشغلوا عني، ولو ما سألتهمش عاملين ايه بيطمسوا مني، عايزين افكر زيهم والعب وارقص واغني، يا اما يزعلوا تبقى حكاية وموضوع كبير، أشبح بريئة زيها زي البشر بعينها، ولو كلت في حتة بعدها تنظف مكانها، وما يجيلهاش نوم الا لما تقوم وتغسل سنانها، وبيشربوا اللبن قبل ما بيروحوا السرير، كاتب روائي متخصص في رعب الناس وخوفها، بيحب يتكلم عن الأشبح وعن ظروفها، دايما يقول عنهم حاجات ما فيش واحد عارفها، والناس بتعتبرني في الحاجات دي مستشار، يا مقالو يخلق من الشبح حتى عيني، يا مقالو لكن دول أشبح طيبين وغلابة وطيابة ومؤدبين، يا مقالو يخلق من الشبح حتى عيني، يا مقالو لكن دول أشبح طيبين لا بيهشوا ولا ينشوا منفذ راديو 1، اشراف عام هالة فاروق، يخلق من الشبح 40، اخراج تامر حسني. اتفضل ده الرويال سويت بتاعنا. بلاش افوره بقى يا سالي بقى، ده اضيق من كشك عم فرغال اللي تحت بيتنا. حضرتك مش بالمساحه، السويت ده شايف البحر. طب يا ستي ربنا يوفقه، المهم هو يشوف واحنا مش مشكله بقى. انحلك بقى عم حشمه الشيالي يطلع لك الشنطه. لا 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 متشكر قوي، خليها في العربيه لحد الصبح. انا بصراحه انا هو نام بهدومي، ومن الصبح هنط من على السرير واخد بعضي وافلق. ليه بس؟ هو الاقامه عندنا مش عاجباك ولا ايه؟ هو انا لسه اقامت ولا اتنيلت؟ بص بقى انا عندي ليك شويه قصص رعب، انما ايه، عارف تشيب الكتكوت جوه البيضه، مفيش حد من القراء ما عندوش قصص من النوع ده. الصبح على الفطار هسمعها منك كلها ان شاء الله. ان شاء الله. واضح انك تعبان جدا. يعجبني فيكي اني قويه الملاحظه يا سالي. يلا سالي بقى تصبح على خير. طب ممكن لو عوزت اي حاجه حضرتك تنده؟ طب ما اكلمك في التليفون يا سالي، اسهل ما نصحي بعض النزلاء يعني. عطلان للاسف، هنصلحه الصبح عشان لو حبيت تمد اقامتك معانا ولا حاجه. ما افتكرش، هي الليله دي تعدي، بس عندي امل كبير انها تعدي بعون الله. نسيت بس اقول لحضرتك، الحمام اخر طرقه على الشباك. مشترك الحمام مشترك. امال حضرتك عايز حمام في الاوضه لوحدك مثلا؟ ليه يعني؟ صحيح صح صح، معيش عيشه اهلي. وعلى كده بقى الدخول بالطابور ولا عادي يعني؟ الصبح يحلها الحلال، انا هصحى بدري وهحجز لك مكان فيه. يلا تصبح على خير يا كاتبي المفضل. وانتي من اهله يا قارئتي المفضله. سويت دريمز. إله تنامي ما تقومي يا بعيده. يلا يلا يا عم، هو سواد الليل وبتف في وشي لو شفتيني تاني. اهدى يا تامر، اهدى يا تامر، اهدى عشان تعرف تتخمد وتنام. نام نام نام. استاذ تامر،
يا استاذ. في ايه في ايه في ايه يا دكتور النيل؟ امتى اطمن عليك؟ انت نمت؟ مصحيني عشان تسالني نمت ولا لا؟ ايوه يا سيدي كنت نمت، نمت على نفسي. ما حلمتش بكابوس كده ولا كده خالص خالص، نوم اسود غطيس لو ما كانش ده كابوس يعني. لا انا هلوسة بتشوفها وانت صاحي بس، انما نادرة لما بطلع لحد في الكوابيس، اصلها مسألة مكلفة شوية. طبعا طبعا، ما انت زي المنشار طلع واكل نازل واكل، حتى الكوابيس بتاخد عليها فيزيتا. عقلك الباطن هو اللي بيقولك الكلام ده حتى لو كان ده مش صحيح. الدكاترة غلابة قوي يا أستاذ تامر والله. على فكرة احنا مش ممكن نتناقش في أحوال الأطباء دي بعدين يعني، بعد إذنك يعني. بس يا عقل الباطن بقى عايز أرجع أنام. أنام ممكن؟ شوف يا أستاذ تامر، من الآخر كده مدام صحيت دلوقتي يبقى أكيد في سبب. سبب إيه يعني؟ أنا مش ناقص مزاولة. في حد بيخبط على باب الأوضة. سامع يا سميح؟ ما ترشتش لسه. مين؟ مين؟ ما تقوم تفتح الباب يا دكتور عشان خاطري. يا ريت، كان بودي انت وبس اللي في ايدك تعمل كده. خلاص طنش بقى. يوه، ما تقول انت مين يا عم وتخلصنا. واجه مخاوفك وافتح الباب يا استاذ تامر. انا مش فاهم ايه التكليف اللي بيني وبين عقل الباطن ده. حاضر يا دكتور حاضر. اي ما هو امر لله. ده ما فيش حد. ازاي؟ بص كده تحت رجليك. يا ليلى مش فايته. يا نهار اسود، دي قطه سودا. انا تطلع لي قطه سودا؟ وامتى؟ في ليلة زي دي؟ يا ناس، يا عالم، يا أنسة سالي، يا حمادة، الحقوني. أستاذ تامر جيت في وقتك. في وقتي ازاي؟ انتوا عندكم مواعيد لزور الأشباح هنا ولا ايه؟ لا 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 لا، حضرتك أشباح ايه؟ احنا مش في رواية رعب هنا. على فكرة السيلفي اللي احنا خدناه مع بعض من شوية طلع مهزوز جدا، وعايزين بقى ناخد سيلفي تاني. يلا والنبي فين الضحكة الحلوة؟ قول ياما. يامة ايه وسيلفي ايه ونيلة انت كمان؟ يا أنسة سالي، يا أنسة سالي، في حيوان مرعب عندي في الأوضة. فار يعني؟ يا ريت، دي قطة، قطة سودا عينها بتلمع. مستحيل حضرتك، احنا الأوتيل بتاعنا آمن جدا. لا ما هو باين. ممكن يكون عندنا فران، عناكب، نمل، بق، مفيش مانع، سلاحف يجوز. وصلت للسلاحف كمان؟ لا 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 لا. طب بقولك ايه، مفيش تعابين بالمرة؟ حصلت مرة واحدة بس، بس طلع تعبان مؤدب وابن ناس، مشي من سكات من غير ما يأذي اي حد. انما اكتر من كده نو واي. بقولك دي قطة سودا مرعبة، كانت واقفة هنا بتكشر لي عن انيابها. ايوه والله، على عتبة الباب. سبت لها الأوضة كلها ونزلت جري. دخلت ازاي دي؟ ده المكان متأمن جدا زي ما انت شايف، فيري سيف. متأمن الا ما في غفير واحد اعور واقف يأمن الباب. لا والاوتيل نظيف جدا كمان، ما شاء الله ما شاء الله. بقولك ايه، ما فيش حاجه بتخوفني في حياتي قد القطط السودا. معقول؟ هو انت بتخاف زينا؟ واكتر منكم، باب النجار مخلع بقى، هنعمل ايه؟ لا ده انت اكيد بتهزر، ده انت بتموتني من الخوف في الروايات بتاعتك. انا اللي بموت من الخوف دلوقتي. اصل هقول لك على حاجه، القطط السودا دي مشهوره انها روح شريره وممكن يعني تخنقني وانا نايم. بس دي كلها خرافات واساطير يا استاذ تامر. يا ستي نبقى نعمل ندوه كبيره عن القطط السودا بين الخيال والواقع ان شاء الله في مكتبه اسكندريه، بس ده بعدين، بعد ما تطلعيها من اوضتي. هو انت مش عارف تبسها؟ لا للاسف ما بعرفش. بس تعالي بسي انت، وحياه ابوك تعالي بسيها. مش الاوتيل ده بتاعك انت ومن حقك تبسي منه اللي انت عايزاه؟ بسيها بقى. متاسفه جدا، بس اصل يعني دي اول مره هطلع فيها اوضه راجل غريب بعد الساعه 12 بالليل. هو انا بقول لك تعالي اعملي لي مساج يا سالي؟ يا سالي بسيها ابو سيدك، بسيها عشان خاطرك بس يا استاذ تامر. حبسها، انما لو كان زبون غيرك كنت سيبته يبسها لوحده. انا اصلي كنت مخطوبه لشخص عصبي جدا، وكنت كل ما اطلع اوضه مع زبون يجي يكسر الاوضه على دماغي. مش بتقولي كنتي؟ خلاص يا سالي، يعني خد الشر وراح. ما عشان لو في فرصه تخطب تاني يعني يا استاذ تامر، انا اكيد مش هقضي حياتي لوحدي. وعد شرف احللك كل مشاكلك الشخصيه في الوقت المناسب، بس بعد ما تبسيها وهشوف لك عريسي يليق بيكي كمان. بسيها بقى. ده شرف كبير قوي يا استاذ تامر، انا كده بنت خالي ممكن تطق وتموت فيها من الغيظ. تبقى خدت الشر وغرت في داهيه هي كمان. مش يلا بقى؟ ها، مش ان الاوان ولا ايه؟ ان يا استاذ تامر، يلا بينا. اتفضل وراي. يا قدقوته يا حلو انتي يا كميله. يا راحت فين؟ مش لاقياها يا استاذ تامر. هتكون راحت فين يعني؟ معرفش، احتمال ما كنش موجوده اساسا. يعني ايه
مجنون انا ولا بخرف وبشوف قطط سودا ودكاتره نفسيين؟ ها كل ده ملوش اي وجود. تلاقيك بس تعبان من السفر. نام يا استاذ واتغطى كويس عشان تصحى فايق بكره الصبح. ما كانتش تهيؤاتي يا انسه سالي، انا متاكد اني شفتها. كونك بقى ما لقيتيهاش دلوقتي ده يعني يرعبني اكتر. زمانها لابده هنا ولا هنا ومستنياكي لما تمشي عشان تطلع لي تاني. ليه يعني؟ هي جايه لك انت مخصوص عشان تخوفك؟ مش بقول لك روح شريره. خليك شجاع يا استاذ تامر، انت مؤلف عبقري وخيالك واسع وممكن تكون بتشوف حاجات ملهاش وجود عادي. والمفروض بقى ان ده كلام يطمني صح؟ اعمل لك ايه يعني؟ اجي انام جنب حضرتك عشان تطمن؟ هو ينفع؟ لا 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 لا، انا كده ممكن افهمك غلط وانا ما بصدق بصراحه. لا 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 بلاش، ارجوك بلاش لو سمحتي. خلي الليله دي تعدي والنهار يطلع وساعتها بقى نبقى نفهم بعض زي ما احنا عايزين. صح بقى غلط اللي يقعد لك فيها يا حلوه. ارجوك بقى بطل دوشه ونام. يلا تصبح على خير سويت دريمز. انت من اهله ما عندها حق بصراحه. ايه الراجل الطويل العريض اللي خايف من حته قطه سودا اللي راحت ولا جت؟ فكك بقى يا تيمو، فكك بقى وحاول تنام. يلا تيمو تصبح على خير. تصبح على خير يا مبدع. فكك بقى يا تيمو، دي حنفيه بتنقط مش حوار يعني. نام يا حبيبي نام، واتبحلك جوز الحمام وده خيالك بيسمعك صوت عفريت من ألف ليلة وليلة. أيوة فكك بقى يا عم، فاكس الكلام ده؟ ها تخمت بقى ونمت عليك حيطة. وبعدين بقى دي شكلها ليلة مش فايتة. نام يا عم، مفيش حد بيخبط على الباب أصلا. اتخمت تاني؟ أنا مش فاهم من إمتى القطط بتخبط على الباب أصلا. طب ما هيمكن مش القطة، يكونش الدكتور سميح اللي أنا بتخيله في عقل الباطن، بس ده بيطب زي القضا ما بيخبطش. يوه هي مش باين لها نوم الليله دي. ايوه حاضر. مين؟ مساء الخير. خير يا فندم، اموريني. انا مدام حكمت جارتك في اوضه 8. حضرتك جايه تستلفي مني شويه ملح ولا حاجه؟ ملح ايه الساعه 1 بالليل يا افندي؟ انت افندي الكلمه دي ما سمعتهاش من ايام مسلسلات الطرابيش. انا جايه اسالك عن شروت، ما شفتهاش؟ لا والله يا فندم، بنت حضرتك ما هوبتش هنا ابدا يعني. هي فعلا اقرب لي من بنتي، بس انا اظن اني سمعت صوتها عندك من شويه. خالص تلاقي حضرتك بس ما كنتيش مركبه السماعات كويس. انا سمعي حاد جدا وعارفه انا بقول ايه. شروت عندك؟ وبعدين بقى والله العظيم يا فندم ما في حد غيري في الاوضه، اتفضلي شوفي بنفسك. معقول عايزني ادخل اوضه راجل غريب بعد نص الليل؟ ايه الاوتيل اللي كله شرفه ده؟ خطيبك كان بيغير عليك انت كمان يا فندم ولا ايه؟ يبقى خلاص يا ستي صدقيني عمياني وامرك لله. طيب دي صورتها، بص كويس وحقق فيها. انت جاية تسألي عن القطة السودة؟ يعني شفتها؟ جت من شوية وخبطت على الباب، لما شفتها اترعبت. تلاقيك انت اللي رعبتها. شروت مسالمة ورقيقة جدا. اهي عندك جوه يا حبيبتي. حبيبتي يا شروت، بيعمل فيكي ايه الراجل المتوحش ده؟ يما يما طب ادخلي ادخلي هاتيها. طيب هتهالي انت، اهي واقفة على حافة الشباك. يلا يلا. نعم انت عايزة نمسك قطة سودة بإيديا كده عادي؟ طبعا انا ما اقدرش ادخل قطتك، ده جوزي كان يسود عشتي. يلا 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 يا افندي انت شاهل. واحدة تقول لي جوزي والتانية تقول لي خطيبي، انتوا ايه؟ يا ستي بخاف يا ستي بخاف، ممكن تخربشني او تعضني. لا ما تخافش، طول ما انا موجودة هي هتطمن. لو حصل لي اي حاجة ذنبي في رقبتك. يلا يا استاذ خلص. حاضر حاضر. الله يخرب بيتك يا شروت والبيت اللي جنب بيتك يا شروت. ناقص انا ناقص رعب في الليله دي. تعالي هنا بقى، تعالي تعالي يا حبيبتي. يلا يلا بس بس تعالي بقى ابوس ايدك. تعالي يا عمو تامر، تعالي يا حلوه، تعالي يا جميله. يلا تعالي بقى. اجمد شبح لو كرنوبية يطلع نصي كمان، والخوف عشان مالوش عمان بيعتبرني عمان. صاحب لقب امير الظلام، عامل فيها وحش كمان وعامل سيد الجدعان، والنجار بابه مخلع وانت من الاصل جبان. لو مين يا هو حرق ابوه، لو مين يا
يخلق من الشبح 40. شارك في التمثيل أشرف الشرقاوي، رانيا الخواجة، مها البحيري، رحاب عرفة، كارم أباظة. يخلق من الشبح 40. تأليف محمد سليمان عبد الملك. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل. ألحان محمد راجح. توزيع رفيق عاكف. هندسة صوتية هشام بلال. منتج منفذ راديو ون. إشراف عام هالة فاروق. يخلق من الشبح 40. إخراج تامر حسني.